السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير ونلقاكم هذا الفيديو ديالي صحة والسلامة ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم لي موفين ولا الكب كيك، المهم كل واحد كيفاش شنو كيقول لهم. نبداو على بركة الله بلا ما نطولوا في لا فيديو، نبداو لي زانغريديون الاول. عندهم المقادير، هانتوما كما كتشوفوا واحد فانيس سكر فاني وجوج ديال الزا، هانتوما ديال 11 غرام ديال 11 غرام، كاس سكر سنيده، كاس زيت، ثلاثه البيضات، كاس الحليب، قشور ديال الحامض نديرو الكويير، بغيتو ولا ما بغيتوهمش من سي بارابيل، ماشي اوبليجي زعما اللي بغا. المهم اللي كتجي ديك الطيبه ديال الحامض كتجي زوينه. وهنا ثلاثه ديال الكيسان ديال لافارين ديال الفورس مغربلين مصايبين، قد البنات قد البيض، خص ثلاثه د البيضات قد الكيسان ديال لافارين، ثلاثه د البيضات ثلاثه د لافارين. بغيتو تزيدو كثر، بغيتو كثر ديال لي موفين عندكم زعما الطاوه ديالهم كبيره، تزيدو ربعه د البيضات وديرو ربعه د الكيسان ديال لافارين، المهم نتوما وشنو زعما اسمي. وواحد لو بول اللي باش نديرو، انتم كما كتشوفوا راه ديجا درت فيها شويه قبصه د الملحه باش نبداو على بركه الله ان شاء الله باذن الله. نبداو بالسوائل اللي هما الاولين والبيض، نطربوه مزيان وعاد كنبقاو نزيدو لافارين بشويه بشويه البنات باش ما تحببش. وميم طوم اللي كيكون واحد الفورس زوين خاص بالحلويات راه ما كيتحببش البنات، المهم تشوفوا النوعيه تكون خاصه بالحلويات. ونبداو على بركه الله، نبداو على بركه الله، نبداو بالبيض كما قلت لكم هو الاول. نزيد السكر البنات، نطربهم مزيان. نتوما كتشوفوا كيولي شويه اللون ما كيبقاش غادي للجون، غنزيدو الزيت، غنزيدو الحليب، غنزيدو السكر فاني، نزيدو البنات بشويه بشويه لافارين، واللي بقى شويه د لافارين اللي بقى غنزيدو عليهم هاد لي دو سكر فاني غنزيدوهم مع لافارين، وحنا غنبقاو نزيدو بشويه بشويه. Thank you.
غنزيدو الخمارات عالزة هانتوما كما كتشوفوا بعد ما زدنا الالزا مع الخمارات زدناهم على فاغين غنزيدوهم كما كتشوفوا منين ضربناهم غادي نزيدو معلقه ديال هادو هذا بعد كتوجدوا البنات الاسم الطاوله اللي خاصه بلي ما فين انا درت فيهم هادو واخا كيدخلوا الفران ما كيصرى عليهم حتى حاجه اللي ما عندكمش هادو دهنوهم بزبده وشويه د لافارين راه ما يلصقوا ما والو وهنا غنزيد لي بيبيتو شوكولا ديال سميتو راه كيتباعو هكا البنات ولا ما بغيتوهمش ما ديروهمش ماشي مشكل وبليجي زعما وبليجي ديروهم كاين اللي تزيدي لا فارين الشوكولا اون بودغ تتولي لاباط هكا انا كنفضل مع لي بيبي تبقى بيضه باش كوم سي تيجي زوينه فهمتوني صافي وغادي نديروهم في لي مول ديالهم خاصين بلي موفين صافي وندخلوهم للفرانه البنات نشعلو عليهم غير من التحت في الاول حتى تشوفوهم طلعوا مزيان عاد تشعلو عليهم من الفوق باش غير يتحمروا ما تشعلوش من الفوق ومن التحت سينو ما غاديش غادي تشتو ما غايجيوش زوين ما غايجيوش طالعين بحال ديال المكازات ما غايجيوش زوينين المهم انا هذا كنشارك معكم الطريقه اللي كنديرها انا نتوما غتشوفوهم ملي غنخرجهم غتشوفوهم كي كيجيو البنات كيجيو ما شاء الله لا في الديكور لا كلشي ابخي تقدروا ابخي تسوقوهم باش ما بغيتو تخليهم هكاك تاكلوهم هكاك بغيتو تزوقوهم بشي حاجه اخرى تزوقوهم المهم نتوما كاين اللي كيزوقو لا كريم باتيسير لا كريم نورمال المهم كل واحد عندكم ديك الساعه لو شوا انا درتو معكم سامبل بوغ الكوتي بوغ اي حاجه ان شاء الله المهم خليكم معنا انا غنصايبهم باش ندخلهم الفران ونعاود نرجع معكم ها نتوما البنات من بعد ما كنخرجهم من الفران اللي ما فين ها نتوما شوفوا البنات كي كيجيو ها نتوما شتيها ها نتوما الكيسه اللي شاركت معكم ها هما ها نتوما شتي كي كيجيو راقيين البنات وكتقدموهم هكا بالصحه والسلامه ان شاء الله ها نتوما المهم كل واحد ديك الساعه التقديم كيفاش بغى التقديم غنحل معكم وحيده ها نتوما شوفوا البنات ما كيجيوش ما كي حتى ما كيلصقوش كيجيو ها نتوما هانتوما شوف كي كيجيو شتيهم غير جربوهم البنات والله ما غتندموش عليهم كيجيو ما شاء الله ما عندي ما نقول هانت وهادي راه درتها في واحد المول هانتوما شوفي كي شوفوا لي بيسور ديالها شوفوا العرض شتو كي كتجي البنات هانتوما شوف شتو كتجي ما شاء الله ها هو المول ديالها
هانتوما هادو، هذا اللي بقى من سميتو بقى فيا هاد الاخرى، وزدتها في سميتو. شوفوا ما شاء الله كي جات، هانتوما شفتوها، هانتوما ديك الساعه عليكم الشوا. وهذا مع لي بودوار درتو كبير، هانتوما هانتوما شفتو. وديك الساعه كتقدموهم بالصحه والراحه، وكل واحد في البريزونطاسيون كيفاش بغى يقدمهم. المهم بغيت غير نشاركهم معكم، والله ما شاء الله هاد البنات كيجيو مرطبين رطبين لداخل، وكيجيو خفافين، ما كيجيوش هذوك مدقسين دوك اللي ثقالين. انتوما كيما شفتوا المقادير ما كيطلبوش حتى بزاف ولا سميتو. المهم نتمنى الفيديو ديالي اليوم ما يكونش ثقيل عليكم، ونتمنى ما تنساوناش من اللايك ديالكم البنات، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوناش من البارطاج. ولا بغيتوا شي حاجه نشاركها معكم، وين الفيديوهات ان شاء الله باقي نشارك معكم كل شيء. وإلا بغيتوا شي حاجه نشاركها معكم خليو لي لتحت في الكومونتير، وشكرا لكم على المتابعه، وتهلاو في راسكم، وشكرا لكم بزاف.